اليوم رح نحكي عن أهمية الأعجوبة بالمجتمع وخاصة بزمن الألم. الدكتور سمير خوري أستاذ جامعي وباحث في العلوم الاجتماعية بينضم لنا هلأ. صباح الخير. بونجور دكتور. صباح النور والبركات لك ولمدام نتالي. شكرا لك دكتور، الله يخليك دكتور. بخلال متابعتك بهيدي السنين ومنعرف خبرتك اسم الله حولك، قديش أهمية الأعجوبة اليوم بزمننا الحاضر خاصة بلبنان؟ أولا حتى ما نوقع بخطأ لابد من التعريف والتفصيل وتمييز ما بين الخارقة البروديج وما بين العجيبة الأشياء المستغربة وما بين المعجزة. نعم. إذا لأنه العجيبة بكل بساطة هو اللي بينتج عنها فعل ذهول من حدث غير متوقع. نعم. الخارقة هي حدث غير متوقع يثير دهشة، بينتزع كأنه الإعجاب من صانع الخوارق، والخاصية الخارقة أنه هي مش من طبيعة سلامة الأشياء. يعني حدا بيجيب حجر بيصير الحجر طائر، حدا بيجيب خشبة بيصير الخشبة طيارة. ما هيدي خارقة لربما الهدف منها هو الإعجاب بهالقدرة لشخص أو أكثر عملوا هالإبداع، لبينما وحد منها في انحرافات فيها هي السحر والشعوذة. المعجزة شو هي يلي عم نحكي عنها يلي شعبيا رح نسميها هي عجيبة؟ مثلا بأماكن الحج الديني المسيحي بشكل خاص يحكى عن معجزات وعجائب. شو المعجزة؟ المعجزة هي عملية شفاء جسدية آنية سريعة من طبيعة العضو المعتل بيرجع لاعتيادية وظيفته، تخرق قانون الطبيعة، من هون هي معجزة، تصدم العقل العلمي ما بيصدقها، وتنسب إما لله المحب مباشرة وإما عبر أولياء الله أي القديسين. المعجزة بهالمعنى العميق والسليم هو فعل إيمان مربوط بفعل حب بيربط بين الإنسان وربه وخالقه، وفيها علاقة رجاء وتمني، وخاصة فيها مجانية. بدون مجانية المعجزة بتصير سلعة، مثل كأنه سلعة تجارة. نعم، مثل كأنه تجارة، يعني مثل كأنه تجارة، وهالمرة تجارة بالطبع من ناحية الإنسان مش من ناحية أكيد. الله أكيد. يعني يلي بتعود تلقائيا انه يشتري اشياء مرغوب فيها جميله من انه يدفع ثمنها نقد مالي او ما شابه ذلك. نعتقد انه التعامل مع رب الاكوان اله الرحمه والحب والحنان يلي اوجد الانسان وبحبه رافق الإنسان بقي معه، أنا معكم الآن وبالأمس وإلى الأبد، أصبح هو عما نؤيل الإنسان. وهيدي هي منبت المعجزات، إنه الله هو بي، هو فعل حضور مع الإنسان، هو بمعية الإنسان، هو بحبه بدون قيد أو شرط، هو بيعطيه مجانا حتى الإنسان يفرح.
لسبب بسيط، هو الإنسان هو ابن الله، هو بيحبه مثل ابنه، والاستنتاج تبعه هو الناس مدعوين يكونوا بحالة أخوة لأنهم هني بشر مخلوقين بنفس الطريقة، ولكن لأنه هني أخوي لأنه في الله دائما. نعم دكتور خوري، قديش اليوم اللبنانية بحاجة إلى معجزة؟ عبدو سؤالك رائع، قد ما بتكسر الخطية والصعوبات قد ما بتكسر عند الناس ميل إلى الأشياء السلمية، إلى الأشياء يلي فيها استقرار ازدهار والانتشار أكبر وعلاقة سلمية صحيحة. هيدا بكل مجتمعات العالم. اللبنانيين عبدوا بنظرة أخرى غير النظرة الكارثية اللي عم بتشيعها كل وسائل التواصل الاجتماعي والأسف، يلي بيحطوا البروجكتور على المآسي وما أكثر من كل الأنواع على كل المستويات، وبيسلطوا الضوء على الفشل والنفاق والخبز يلي هو أرد أنواع التعامل بين الناس. أن اللبنانيين عايشين حالة معجزة. اللبنانيين اليوم عايشين استمرارهم هي معجزة. برافو مدام ناتالي. هلا مش بس الاستمرار، يعني عمليا عندنا ميل انه نطلع بالمعجزة كحدث محسوس ملموس جسدي. واحد مكرسح قام يمشي، حدا كان عنده مرض وعنده إثبات علمي انه هو مريض بوحدة من الأمراض المستعصية شفي منها. طيب هيدي حقيقة هي معجزة. دكتور انا عندي سؤال. ولكن المعجزة الأكبر هو الناس يلي عم بيسعوا تيكونوا يوميا بحالة أفضل. يعني عنا كان عنا أمل، خاب الأمل لبعض الناس، انقطع الأمل، ولكن بنفس الوقت في حدا لأنه عارف يتمسك بالأيام، عارف دينيا انه هناك رب العالمين إله العدل والرحمة والحب المطلق، هو رح يحبه بدون أي أو شرط، وبالتالي هو عم بيتمسك بالحياة، بيتمسك بالقيم تيغير وجه الأرض ووجه العلاقات بين الناس. يعني أنا تحت اتماسك عن نقمتي عن غضبي عن ميل صوب الشتيم يروح للمسالمة للهدوء للحنان للرفق لللطف مش للعنف، للأخوة مش للعداوة، للمحبة مش للكراهية، للمصالحة أو الرغبة بالمصالحة مش للمكارهة، للاحترام الآخر لو مين ما كان، للمساواة مع حدا عم يأذيني. هودي أعمال قداسة مش بس أعمال بطولة بشرية وسيطرة على الانفعالات. صحيح هي سيطرة على الانفعالات، ولكن هي دكتور. أيضا سريعا دكتور، بس عندي هيك سؤال قبل ما نختم. هل فينا نفسر موضوع لجوء الناس لانتظار معجزة لحل مشاكلهم هو نوع من استسلام؟ لا بالعكس. بلا وللأسف كل الأشياء الجيدة معرضة انه هي ينحرف فيها الانسان نحو اهداف غير سليمه، وقد ما بنرتقي قد ما امكانيه الانحراف بتكون كبيره. يعني وقت نحن منكون بحاله علاقه حب ومجانيه وصفاء وصد وصدقيني بصورة خاصة، السلعة المفقودة القيمة المفقودة الأكثر في مجتمع اليوم بعالم الأنوميا، عالم ضياع المرجعيات والأنون، حتى الدستور ما عاد له
نفس المعنى عند العالم. حتى قانون السير ما عاد محترم من الكل، انه حدا يتمسك بالانضباط يتمسك بالاخلاق، مثل كانه من بيخترق واقع الانهيار والانحلال الاخلاقي الاجتماعي، رح يشوف كانه انتهى العمليه ونحن بدنا نعيش البناء، والبناء مثل كانه انا بدي ابني على الانقاض القائمه. التوقع العجيب شيء مهول وهذا شيء رائع، والمعجزه المعجزة ما بدي انتظرها مثل حدا عم بيشحد شيء او حدا ناطر مكرم من حدا بمكان ما. واقع السياسي لو شو ما كان قاسي وخشن على الناس وثقيل، خلاص الناس فيهم. شعبي بكل بساطة عبر التاريخ، وهيدي هي المعجزة القائمة فيه، مش بالصدفة عبده، هالشعب هو الوحيد بين الأكوان بين شعوب الأرض يلي خلق أسطورة الفينيء. يعني كان عارف انه القوى الإقليمية والدولية اليوم العظمى هي عبورا تجتاحه ورجوعا تسعه. على كل حال شعبي ما بيخاف انه يموت، بيخاف انه يسرقوا منه معنى موته، يعني يسرقوا قيمه ويحولوه من مجتمع سياسي انساني للاخوه الى سوق تجاري للتبضع وللتسوق وللتسليع. نعم، على كل حال حديث لا يمل أكيد، ونغرف من معلوماتك دكتور سمير خوري الأستاذ الجامعي والباحث في العلوم الاجتماعية. شكرا لك ويومك مبارك.